تسعى شركة النفط بعدن إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي من ضمن أولوياتها إعادة تأهيل وبناء تشغيل محطات بيع الوقود التابعة لها. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل لبيب محمد علي. بمناسبة الذكرى 53 لعيد الجلاء التي توافق 30 من نوفمبر من كل عام، وضع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ومعه مدير عام شركة النفط انتصار العراشة ومدير عام خور مكسر عواص الزهري وبحضور نائب مدير الشركة فضل منصور ومدراء الدوائر بالشركة وضعوا حجر الأساس لمشروع بناء محطة 14 من أكتوبر في جولة العقد. ويشتمل المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه قرابة العام إنشاء محطة نموذجية تقدم خدمات متنوعة. وقد هنأ الأمين العام بدر معاون مديرة الشركة انتصار العراشة متمنيا للشركة دوام التقدم والنجاح. نحن في هذه المناسبة الذكرى 50 لتأسيس الشركة والتي تزامنت مع ذكرى 53 لاستقلال الوطني 30 من نوفمبر ننتهز فرصة بتهنئة الشعب اليمني عامة وموظفي شركة النفط بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. الشركة تخطو خطوات إلى الأمام في إعادة تثبيت وضعها التسويقي في السوق المحلية رغم وجود هناك بعض العثرات والصعاب التي تواجهها بشكل يومي، ولكن نحاول قدر الإمكان إلى أن نحن نتجاوزها بفضل وجود بعض الوجوه الخيرة في المحافظة، السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ محافظة الذي يدلل لنا كثير من الصعاب. نحن هناك بصدد أو تم وضع حجر الأساس لمحطة 14 أكتوبر في خور مكسر، ومحط الآن إعادة تأهيل محطة المطار الذي ضربت في حرب 2015، إضافة إلى تأهيل منشأة حجيف الذي توقفت لأعوام سابقة كثيرة والتي سوف تستفيد منها وتكون رافد لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة بلقيس في المعلة. معنا مشاريع أخرى بصدد التنظيم لها وتنفيذها، ولكن هي خطوات تمشي فيها الشركة لغرض أنه تستطيع أن تغطي هذه المشاريع كاملة، وإن شاء الله إحنا متفائلين بغد أفضل وأجمل إن شاء الله لعدن. وفي محطة المطار وضع الأمين معاون ومديرة الشركة العراشة والمأمور الزهري وضعوا حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل محطة المطار التي تضررت جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإيرانية عام 2015. وفي معرض ردها عن مشروع إنشاء محطة توزيع الغاز المنزلي في المحطات التابعة للشركة قالت العراشة أن الشركة لها أولويات وأن المشروع ضمن جدول أعمالها المستقبلية. هذا مشروع تفكر فيه الشركة، ولكن هو تدريجي بحيث نحن في الفترة الحالية نواجه مشاكل في مسألة إعادة تشغيل أغلب المحطات التموين التي تضررت في فترة الحرب. فتركيزنا أولا على موضوع نشاط الشركة في إطار البنزين الديزل، ومن ثم ننتقل إلى موضوع الغاز، هو مشاريع واردة يعني. ويتضمن المشروع الذي تبلغ مدة إنجازه 6 أشهر إعادة تأهيل المحطة ومرافقها. بالرغم من المشاكل والمحن التي شهدتها بلادنا، إلا أننا نستطيع أن نقول أن بلادنا بخير طالما هناك من يسعى إلى عمارها. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.